السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بدون إطالة، الله أكبر، ننتقل للموضوع، نكمل ديجا الموضوع أصلا نتاع الميتاسيون والأمراض والأدوية. إذا الإنسان اللي ما عندوش مرض ما كان لا يستعمل المحفز، لأنه احنا الحمد لله وفي اي مكان انتظر يا اخويا الموسم الطبيعي وابدا معه، وما تقدرش تتفوق على الموسم الطبيعي لانه هكذا في الطبيعه الامور تمشي بسرعه، وانت باش تسرع له في المسائل عندك ايام محدوده اللي هي كي تكون الاولاد صغيره في العش، في هذيك المرحله هذيك تقدر تمد اكل زياده شويه، تقدر تدير كيما نقولوا حنا دير حبوب متنوعه، على شرط انه الانثى تكون مولفتها وعارفتها، يعني عفايتها على راسها في العام. اذا هنا فقط، اما اذا تحاول باش تدفعه بالاكل والله بالادويه في القفص، لا، الريتم تاع القفص والريتم تاع الطبيعه متفاوتين. في الطبيعة ممكن 14 يوم الفراخ يطيروا، في القفص نورمال من 14 وروح حتى ل 17 18، والضعف تاع الصغار والله تاع الكبار اساس ديجا في الامراض، يفتح البيبان للامراض. والسمنة كذلك المفرطة ولا الحبوب المركزة، يعني يولي عنده تركيز في بعض المواد اللي تحرق له الكبد ولا تدير له اختلال في كاش مساله. انا مانيش طبيب، ولكن دائما هذه هي الاعراض اللي نطيحوا فيها. اذا القفص سهل بالنسبه للطبيعه، وبالنسبه لمساله اخرى بامور بسيطه يقدر يلبي الاحتياجات نتاعو. اما الدواء انا قلت لك يجيب ربي كاش ما ميكروبات يجيب ربي، ونهضروا على ضربه الفاكسه هذه لو كان نقول لكم عليها مازال انا اصلا ما حققتهاش، يسمى لازم فيها كما مساله البيس والطبيعه هذه، لو كان ما كانتش متعوده عند قداش واحد ما يعني هذا هو كي التعاود، وتكون تجربة في نفس ماشي عند نفس الإنسان ودائما هكذا، هنا تعم وتكون ثابتة ومحققة، ويقدر الإنسان يهدر عليها وكيما نقولوا حنا ويجزم بصحتها. من الأمور اللي راها الأفكار مازال حتى تترجم للتجربة، من التجربة تترجم للتجارب باش تجيب نفس النتيجة باش تثبت. المهم هذه هي، وهذه طريقه متبعه حتى في اعتماد الغناء عند المنظمات اللي هي كيما نقولوا حنا والجمعيات اللي تشارك في واللجان اللي هي تدير في التحكيم تاع الغناء، والله تقرر انه هذا غناء معترف به في الاحكام تاعها. اذا العلاج هي الوقايه احسن منه. وانا نوريت لكم الارجيل والله اللي داويت به الطير كان مريض، قلت لك ميتاسيون والله ما عطيت له ذره تاع دواء من سوى هذا الشيء. الارجيل الحمراء هذه هاي تلقاها في بطن الارض شغل الرمليه، اي منا قدامي هنا بيت مخدومه بها، من نورمال مو عندي حتى احجار مي راهم في الصاك لتحت، راهم في الصاك، كي نصادفهم هكذا كيديروا شونتي قدامي ولا يخرجوا هذيك الاحجار هذيك، نهز انا وحده ولا زوج نديرها في الصاك، وهاي كي نحوس عليها نعرف وين نلقاها في الشوانط، نلقاها في الهداف، نلقاها ولو اني عمري حوست عليها، هاي تطايش بارتو هنا، لان هنا في التربه تاعهم كاينه بزاف. وكثره استعمال الادويه هذه راهي كيما الانسان من اسباب اللي هي تجيب السرطان والعياذ بالله، الاستعمال المفرط في لي زونتيبيوتيك في المضادات الحيويه. واش نزيد من فوق هذا الشيء؟ ما عندي ما نزيد. اذا المعده هي بيت الداء، اخطيها اعطي لها نظام بسيط سهل
والبارفا على سبيل المثال كي ذكرنا بالمناسبة البارفا، راه طائر يتأقلم، هو الظروف نتاعو اللي خلاته يكون هكذاك ورب العالمين داروا هكذاك، لأنه الماكلة نتاعو ماكر كيفاش نقولوها حنايا، ضعيفة، ماهيش دسمة، ما يحتاج الدسم هذه والأمور هذيك والحشرات، قليل 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 ياكل، بالك لي بيس هذوك تاع النباتات اللي يجيو يعيشوا هنا في تحت وما يعتمدش عليهم. كنت نعطيهم لها هنا للأنثى باش تعطيهم لأولادها تاكل منهم، ومام كنت نعطي لها حتى البيض نتاع النمل، وكانت تاكل منه زوج في النهار، والله ما تعدهم، لأنه تاكل تحس بها دسمة. تعطي لهم كثرتها، تعطي لهم الحبوب نتاع البيسونلي، وتعطي لهم المورو، او كان عندي المورو راكم تعرفوه، ولكن نصور راح بس نروح نجيبه نصوركم، لانه غارسو انا هنا عندي. هذا هو المورو، محبس ندير له ورقة بيضاء باش يبان. بو هنا راهي خرجت لا سيزون تاعو، خرجت لا سيزون تاعو، ماهوش الورق تاعو ماهوش كبير، راك تشوف هي نورمالمون تلقاها هكذا، الورق نورمالمون تلقاها اكثر من هذه، اكبر من هذا الشكل هذا شويه، تلقاها اكثر من هكذا. الحبوب تاعو تلقاها لداخل، تلقاها كي العيش، تلقاها مع الاول بيضه، هنايا بيضه. هذه النباتات، ولكن خلي بالك قبل ما نقول لك على المميزات تاعها نقول لك على الاضرار تاعها. الحب تاعها الداخل هذه تفاسو خرجت، لا ماهوش الموسم تاعها، وخارج انا خارجين منه درك، موسم الاولاد دائما، سواء عندنا ولا عند في اوروبا ولا في اي مكان، ماهوش هذا اللي يوكلوا به اولادهم، يوكلوا اولادهم بالاشواك وكاين اللي يوكل من المزارع تاع الكرزه، ما يوكلوش للخضروات هذه. انا نقول لكم صراحه، لا هي ولا حبوبها، حبوبها يتعرف عليها الطير في العام الجاي في بدايه الربيع، ماهوش درك. وهذه تجربه، ماهيش تجربه، ودرتها انا عندي في الدار وما صلحتش. خلينا نهضروا على التجربه هذه، خلينا، هذه ملاحظه ومتابعه قمت بها لمده سنوات، عندي كل شهر في العام نتابع فيه، حتى من روسينيول قبل ما نجيبه لعندي وكنت نتابعه، خيرت واحد اللي عجبني وجبته، ما نكذبش على خالتي، وحاجه مانيش متحقق منها ما نقولهاش. واخر متابعه تاع الخطره هذه، حطيت بنتي في لابيسين، خرجت نشوف في واحد البارك، لانه نورمالمون يبداو في الاعشاش، كانوا مازال ما بداوش، عندها دوك شهر، ملي كان مضطر تصب ونحوس كسمه نسمع كاش كوبل، وين لقيتهم دي كوبل، على بالي راهم دي كوبل مليح، نتبع نتبع نتبع، ما لقيتش، قاعد نطل في واحد البارك، مين كاين البيسون اللي كاين هذه الامور هذه المورو، ويعني الخضروات هذه الاولى هذه راهي دايره الثمار، وكالعاده ما عمره ياكل مس الورقه، لقيت كوبل. المهم حتى نسمع في التبتبيت، وكانوا مع الارضه في شجره اربيس يعيطوا لها شجره سجيره صغيره، منها سوطاو، والمطر حبست شوي سوطاو، بداو ياكلوا في بداو ياكلوا في البيسون اللي يحط فوق الورده، يهبطها للارض ويبدا ياكل منها، وخاصه هذوك كانوا مشمخين، يعني هذاك الريش هذاك نتاع البيسون اللي هذاك ما كانش، كان ملموم، يعني الحبوب تبان، دونك كلاو منها وسوطاو الورده اخرى. ولكن في وقت تاع الاولاد، لا، في الوقت نتاع الاولاد نلقاهم في الاشواك، نلقاهم في الاشواك في الاشواك، ويلا جابوا الحشرات يجيبوا العناكب للتطعيم، التطعيم فقط، لانه انا كنت نعطيه ثاني، قريت عليه، قالوا لي مام، قالوا لي عليه، وزدت تبعت لقيتها وي كاينه منها الطيور اللي تاكل الحشرات، واش يعطيو لها الطيور اللي تاكل الحشرات، فيها سموم، السموم هذيك تطعيم للامراض، بس انت ما شرح دوك تعطي له تهز له تبدا تلقط في بونكاز وتلايم فيه وتعطي له فيه، لا، في القفص تختلف الامور وتختلف المسائل، ما نجيبوش الطبيعه للقفص، الى ان الطيور هذه اللي تاكل الحشرات، كيما اللي بالا بالله راهم عندي نهار تشوف نشوفه انا كرشو مزيره،
وراه يتوجع فيه، باينه بلي راه يتوجع فيه. وهذو هذو صعاب ما تبانش كاع فيهم الحمى، تبان غير في عينيهم باللي مكمشين هكذا، يعني راه يسطر كيما حنا. المهم نروح نعطي له نشوف كاش كاش العانه كي بهنا الدنيا، نجيب له كاش واحد وحده عفوا وحده والله عليها نعطيها له. هذا مكان دونك هما الا جابوا لولادهم هذه المسائل راهم جابوها لسبيل في جلد التطعيم، لانه الانثى اللي جربت فيها انا هنايا جايه من المدرسه الربانيه، ما جايه من الطبيعه سوفاج، يعني شارفه وتعقلت في مده عامين وباش ولدت، عامين عام عزمت فيه باش تولد وما ولدتش عند مولاها، ولكن التعقال تاعها كان يخصو شوي وما لقيتش الجو المناسب. تزعم كيما يقولها اللي هو تزعم باش تبني، ونشوف انا كيبعث لي الفيديوهات صوتي منها صوتي منها، ولكن نو ما مازال ما راقتلهاش لانه هي موالفه تولد في الطبيعه. جات لهون لقيت لها العفسه. المهم شاهد من الحديث، شوف واش كنت نحط لها، كنت نحط لها الباتي، نحط لها الدود، كنت نحط لها الدود مام البينكي صغير خلاص ها، والحي، ونحط لها هذوك لي بيس هذوك، ونحط لها البيض تاع النمل، ونحط لها الزريعه تاع البيسونلي، الورد تاع البيسونلي اللي هو واصل، يعني الحب تاعو كحل داخل ما فيش الحليب، نقطع الريشه ها نقطعها بالمقص، وهذه كنت نديرها في 2015 قاعد مام في 2011. المهم ماهوش موضوعنا. كيفاش تحدث؟ وي باش نكمل ونعطي لهم المورو. ولاحظت ما واش كانت تمد، ياو كانت كي تاكل بيض تاع دود ما عمرها ما ساتو، تاكل لي بيس هذوك نتاع، نجيب النباتات اللي فيهم لي بيس نحطهم لها هنايا تنقي منهم، تاكل شويه ما تاكلش بزاف. واش تعطي لهم ثاني؟ كي كانت تبني في عمرها والله لا كانت تحبهم تموت عليهم، مي مع الاولاد ما كانش تمد هذاك الشيء. زوج بيضات نتاع النمل، النمل والله عمرها دي باساتهم في النهار، والبيض شويه بيض، ومعظمها كانت تمد البيسونلي وتمد المورو وتمد الميلونج والميلونج تمد كثره الميلونج تمدو. والمناسبه في الايام الاولى على بالك هي توكل عليها، توكل فيه وتعطي له واحد الماده صغرى، وهذيك المواد هذيك راهي تطعيم، وسميه لي ثاني، سميه لي يا ربي لي زونتيكور، كيف عندهم اسم اخر مي عندهم اسم الشائع هو لي زونتيكور، لي زونتيكور هذو تمدهم له وتلقى معاهم قشره والله تاع نيجر والله هذاك والله تاع بيريلا، تاع البيريلا قليل ما تبان لك قشره تاع شيكوري ثاني، يمدوا النخالة تاع الأكل اللي شفتهم، وما حتى في الكناري وتأكدت منها في الكناري. المهم باش نولي للأنثى هذه، يعني هذه كانت محترفة، عن هذه كي نقول عليها محترفة في عملها، هذيك محترفة في عملها وما كانتش بنت عامين ولا ثلاثة نهار تحكمت. المهم إذا ولكن واش لاحظت؟ لاحظت باللي يولي فيهم إدمان على الامور اللي يحبوها، تتعطل ما تمدلهمش الميلونج لانه مازال ما مديتش انايا النيجر، مازال ما مديتش البيسون اللي ما مديتش المورو، وخاصة المورو تزعف كيما نمدلهمش، تبقى غير تحوس عليه وتبغي تخرج، ثم اللي ينفق لها باللي هي حابة تخرج، تحوس من البيت، تعود تهك هكذا براسها وتدنق منين هنايا راهي تحوس تخرج صح، لانها عمرها سيئة تدير معايا هكذاك في غير هذا الشيء. واذا واش نلقاو؟ والعام الجاي نهار شريت انا ذكر تاع ميتاسيون اللي قلت لكم مرض لي، وقلت لكم رحت للفير تاعو وعطاني نصيحه من ذهب، كي قلت له علاه ما تمدش الشيكوريا ومليح ليهم في لا ديجيستيون ذيك وذيك، قال لي وي مليح ليهم في لا ديجيستيون مي ماشي مليح ليهم ويوليو مدمنين عليه ويطلبوه لي بزاف. اذا هاي انا صارت عندي وقلت انا كيف امال واش هو الحل تاعها. النهار اللي رحت انا وشفت السيد العام الجاي خممت فيها وربطتها مع اللي عندي. دونك نولي نثبت على القاعده الاساسيه، هي القفص زي والطبيعه زي، تقدر تعطي حوايج تيبانو كرام ملاح ليه
هما حتى يعجبوه، يعجبوه هو وي، ولكن مهمش ملاح ليه، لا ليه ولا ليك، لانه كان يبقى يعتمد عليهم غير هما، ما همش راحين يفيدوه، وما في الطبيعه وما مش متوفرين في ذاك الفصل. ايوه ولا في العام هذاك واش ندير انا باش نمنع؟ واش وليت نروح نجيب لها؟ وليت نروح نجيب لها الشوك. الشوك نهار اللي جا الشوك تعدلت الامور. جبت كنت نجيب الشوك تاع الشاردون، ماشي الشاردون، الشاردون هذاك اللي نلقاوه مفتحنا عندنا كقرنون، لا كنت نجيب الشاردون اللي هنا يجي كي كبوس هكذا هاو في هاو في الصاكة تاع الكامي. هذاك لا سيزون تاعو تبدا دروك، ورده دروك راه ورده، يا مليح الشهر هذا يموت تاع اوت هذا هنايا، هاو تلقاه في اطراف العاصمه وفي اطراف الطرقات هكذا، مانيش عارف علاه مي كاين. المهم اعطيت الاثم، وهو والشوك هذاك اللي هاو يتباع عندكم دوكا الحمد لله في الشكاير، الشوك الشوكة الصغيرة اللي دير النوارة تاعها وردي، والله كيف يسميوها عندنا هكذاك، فيولي كلير ولا روز، ها موجود ثاني في بزاف بكري في الفطوة، تلقاهم حاطين فوق جان، جان حاطين فوق جان باهي حاطين فوق شوكة. هذاك ثاني الاسماوات يروحوا لي لازم نطلع عليهم. هذاك ثاني كانوا ياكلوا منه، إلى أنه عندما ترجع للتفكير وفي اخر التجربه تشوف واش وقع، تلقى باللي تبردي بوكو طون، ضيعت وقت كثير، واوليو ندير ترواني درت دوني، دونك وكاتني درت دوني زوج، راس زوج، يعني ماهيش صالحه القضيه هذه، لانه ما تقدرش توفر له نتايا هذا الامور كيما لازم، لازم تولف طيرك على الامور اللي هي متوفره، لانه التوفر هو اساس النجاح، توفر الادوات والمسائل واللوازم هو من اول اكبر اسباب النجاح. بعد هي ما تقدرش تطيب مقارون بلا 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 لي بات، بلا المقارون يمسى وما ثاني، هذه هي. دونك هنا صفينا المساله هذه. أنا تكلمت في ضربة الميتاسيون، كنت نسيت نكمل ضربة الدواء، وكنت هدرت شوية في الميتاسيون، والمهم ما زالت الغناء وصحابين الجمعيات هذو، ونقفلوا القضية إن شاء الله. كاش ما كان جديد والله، كاش ما زدت بسطت أمور أخرى هاني نشارك بها، ولو أننا رانا في اللفة على سيزون لازم نبدأ في الغناء، لأنه الناس دوك راهي تحفظ. هذه هي. هيا مال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.